مهما قالوا لن تواصل، لا تبالي، لا تسل، عافروا الدنيا وهبوا حتى تصلحوا الخلل، كونوا دوما في المعالي نحو قمة الجبل. حبايبي الطلاب، حبيت أهديكم هاي الأبيات من عندي ليكون إعلان لانطلاقة مكثفنا، المكثف الأقوى لمواد اللغة العربية، معي أنا الأستاذ عبد الفتاح البرغوثي. اللغة العربية التخصص اللي مكثفها رح يشمل بإذن رب العالمين النحو والصرف وتحليل القواعد بأبسط أسلوب، القضايا الأدبية والأسئلة لأول مرة اللي ممكن تيجي على أبيات الشعر، لأنه كثير من الطلاب يسألوني أستاذ شو ممكن يجيب لنا أسئلة على الأبيات في الشعر، فلأول مرة جبت لكم على القضايا وعلى النقد الأسئلة اللي ممكن تيجي على أبيات الشعر، سواء الأسئلة العادية وأسئلة القدرات العليا، بالإضافة لشرح مفصل لمادة البلاغة. أما مادة اللغة العربية المهارات فشرحنا فيها النصوص، القواعد، العروض وكيفية كتابتك لموضوع التعبير، يعني المكثف رح يكون شامل، رح يكون كامل، ورح يوصل الطالب اللي بده ينجح للنجاح، الطالب اللي بده يجيب علامة متوسطة بإذن رب العالمين رح تلبي له طموحه، والطالب اللي بدور على العلامة الكاملة وأنا مسؤول عن كلامي رح يوصل للعلامة الكاملة بإذن رب العالمين. ربي يوفقكم طلابنا ويعطيكم ألف عافية. وتد طريقك للنجاح.